لحد يوم 16 يوليو 2017 لإزالة التعديات على نهر النيل بمنطقة الوراق، وحدث اشتباكات ما بين الأهالي وبعض أفراد عناصر الشرطة أسفرت هذه الاشتباكات عن وفاة مواطن وإصابة العشرات من أفراد الشرطة. السؤال من السيدة فاطمة محمود من محافظة الجيزة بتقول فيه: ايه رأيك يا ريس في اللي حصل في جزيرة الوراق؟ يرضيك ان الاهالي تطرد من بيوتها اللي عايشين فيها من سنين؟ برضه السؤال ده هياخد وقت كبير في اجابته. صحيح، شوفوا، مصر خلال السنين اللي فاتت كان في تجاوزات كتير قوي قوي، ويمكن احنا لما اعلنا الحمله بتاعت ازاله التعديات، احنا حجم التعديات اللي تم ازالتها على الاراضي الزراعيه وصل تقريبا ل 2 مليون فدان. صحيح احنا بنقنن اوضاع تقريبا نصهم للمواطنين، لكن انا بتكلم على 2 مليون فدان. حجم التعدي على الاراضي، اراضي المباني، وصل ل 160 مليون متر. انا هخلي الارقام دي تتحول الى يعني عشان نعرف قيمتها. ال 2 مليون فدان دول يساووا كام؟ يعني لو قلنا الفدان يساوي كام؟ ده لو 1000 ب 2 مليار جنيه. مش كده ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ فمين ياخد دول؟ ياخدهم ليه؟ وياخدهم من مين؟ هو مش بياخدهم من كل مصري ولا ايه؟ يعني المليون فدان دول، انا قلت 1000 مش 10000، مش كده؟ يعني لو مش كده؟ اي مكان الرقم اللي بنتكلم فيه، لكن هو رقم مهول جدا. طب ياخدوا ليه؟ ياخدوا ليه؟ فالدولة كانت غايبة، والقانون كان غايب، سواء كان في ده، في الأراضي الزراعية أو في أراضي المباني. والحقيقة أنا عايز أقول لكم على حاجة ليكم كلكم. الوراق كمثال، احنا بنتكلم في 1200 فدان ولا 1400 فدان؟ 1400 فدان. أنا عايز أقول لكم ال 1400 دول لو اتبنوا بشكل عشوائي، قولوا لي الصرف بتاعهم هيبقى فين؟ فين؟ صرفهم فين؟ في النيل. بعد كده تقول لي تعالى شوف احنا عندنا اولادنا بيجي لهم امراض من في الكلى والكبد نتيجه التلوث العالي في الميه، ولازم نعمل محطات معالجه ومحطات صرف عشان نحل المساله. بالمناسبه الوراق كجزيره اكبر من الزمالك في ارضها. الوراق، جزيره الوراق دي اكبر من الزمالك كلها من حيث المساحه. شوفوا لما اتخططت الارض دي واتعملت بقت الزمالك، ولما ما بتتخططش الارض دي وكل واحد فينا يتصور هي ارض زراعيه ولا ارض مباني؟ ردوا، هي ارض زراعيه ولا ارض مباني؟ محدش يقدر ابدا يتعدى على ملكيتك، ولا يستطيع طبقا للدستور والقانون ان انا اقدر اقرب من ملكيتك الا في اطار القانون والدستور، ولازم اعوضك التعويض المناسب طبقا لقيمه الارض دي دلوقتي. لكن انت يا ترى محافظ عليها ارض زراعيه ولا انت بتبني عليها؟ اذا كنت بتبني عليها، طب انت بتبني عليها على اي اساس؟ طب بعد كده انا يعني انت عندكم في اسكندريه شايفين الكلام ده، الاراضي اللي موجوده واتبنى عليها بشكل عشوائي وبشكل غير مخطط، تلاقي النهارده شارع عرضه 7 8 متر واقل من كده يمكن، وابراج 20 دور و15 دور. لو حصل حاجه لا قدر الله، لا نعرف نعالج ولا نعرف ننقذ ولا نعرف نعمل حاجه. فاحنا عايزين الدوله تبقى دوله، ولا هنفضل نتمدد بشكل عشوائي عليها دون سيطره؟ في دول في العالم ما تقدرش تشيل شجرة من مكانها ولا تزرع شجرة في مكانها إلا إن الحكومة توافق لك. إحنا غايبين قوي يا جماعة،
الدولة المصرية كانت غايبة أوي السنين اللي فاتت، والسبع سنين اللي فاتوا دول أكتر، وبالتالي حجم التجاوز اللي تم عبء كبير جدا علينا. كان حد في اللي كان ابننا ياسين قابل أحد الشباب وقال له الجزيرة، لأ قال له البحيرة. طيب عايز أقول لكم، لو إحنا ما خدناش بالنا بينتج عن ده إيه؟ ويا مصريين انتبهوا من اللي هقوله لكم. إحنا عندنا تقريبا 10 11 بحيرة محتاجين نبص لهم ونعيد أو نستعيد كفاءتهم مرة تانية. منهم بحيرة زي بحيرة المنزلة مثال. بحيرة زي بحيرة المنزلة مثال. لما احنا ما خدناش بالنا منها على مدى ال 40 50 سنه اللي فاتت، البحيره دي عامله زي البحر الصغير. دي كانت اكتر من 150 170 الف فدان، مش كده؟ حجم التعدي وتجفيف الارض، مش كده برضه ولا انا؟ خد كميه كبيره. طب الصرف بتاع الميه دي فين؟ في البحيره. طيب اهلنا بقى يعني استخدموا المصارف الزراعيه في انها تبقى مصارف صحيه، مش كده؟ وابتدى الصرف الصحي ده يتجمع ويترمي في البحيرات ديت. بدون مبالغه عشان استعيد كفاءه بحيره المنزله، انا والله العظيم محتاج 100 مليار جنيه. انا بحلف بالله 100 مليار جنيه عشان اخليها بحيره زي ما كانت من 70 80 سنه. الصرف الصحي اللي فيها، التلوث اللي بيترمي فيها، ثم التعدي اللي موجود عشان تبقى بحيره تانية ميتها زي ميه البحر المتوسط، تبقى الانتاج اللي بيطلع منها انتاج الناس تاكله ما يضرهاش. انا قلت كام؟ 100 مليار جنيه. يبقى احنا اذا ما كناش هنسيطر على حركه او انشطه الدوله، سواء على طرق او على مساكن او على سكه حديد، والدوله ترجع مره تانية، لا احنا كده احنا بنحرد في المية. احنا بنحرد في المية. فالاخت اللي سألت السؤال السيدة فاطمة على دماغي، طبعا ما حدش هخرجك من بيتك ابدا. اذا كنا احنا بنقول الناس اللي هي موجودة يعني ظروفها كده هنعمل لها مساكن ونقعدها، لا طبعا مش هيحصل كده. لكن برضو مش هيبقى مقبول ابدا ان حد يتصدى للدولة، لان الدولة مش ضدك، الدولة معاك. ما تخليش منظور رؤيتك للمسألة على مصلحتك الشخصية. لما النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ لو الناس في أعلى المركب وناس في قاع المركب، واللي في قاع المركب حبوا يحفروا عشان يجيبوا مية ليهم يشربوا، مصلحة، حد يرفض ده؟ قال لك لو سابوهم لهلك وهلكوا، المركب كلها تروح. ولو اخذوا على ايديهم لنجوا ونجوا، مش كده برضو ولا ايه؟ المعنى ان احنا زي ما كناش واخدين بالنا في اللي احنا بنعمله لبلدنا، احنا بنضيع بلدنا. انا جبت بحيره واحده من 11 بحيره، طب يعني هنعملها ازاي؟ انا بتكلم على بحيره المنزله واحده 100 مليار جنيه. 100 مليار جنيه عشان اعمل محطة معالجة ل 6 مليار، مش كده؟ 6 مليار متر مكعب ميه، عايزة كم؟ تقول يا دكتور عشان بس الناس تسمع. 40 مليار جنيه. محطة معالجة عشان لما الميه اللي تنزل، اللي كانت بتنزل اللي هي اتفضل، اللي كان فيها صرف صحي وصرف صناعي وزراعي، محطة المعالجة لوحدها ب 40 مليار. طب تكريك البحيره بقى عشان الناس اللي يعني اللي بتردم فيها عشان تجففها، تكريكها ده يساوي كام؟ اذا كنت بتتكلم في 125 الف فدان ولا 150 الف فدان، يعني قد ايه؟ طب بكام المتر عشان ننضفها تاني؟ فاللي انا عايز اقوله بس، قلت كده السؤال، لو جاوبت على قد الورق هبقى ظلمت السؤال وظلمت الحاله. انتوا اذا كنتوا عايزين بلدكم تبقى بلد تفرحوا بيها وتسعدوا بيها وتسيبوا لابنائكم ميراث جيد، مش هينفع ان احنا ماشيين بده. كل واحد عايز يعمل اللي هو عايزه. من فضلكم
مفيش حد من الدفاع. من فضلكم خلوا الدفاع يجهز 10 12 طياره وياخد الشباب هليكوبتر وياخدوا من اسكندريه كده وياخدوا 40 50 كيلو في اتجاه الدلتا وشوف شكل مصر على الاراضي الزراعيه عامله ازاي. اصل انتوا لما مهما اقول لكم كده غير لما تشوف بعينيك. النهارده انت بتبص هو عباره عن كل حته فيها اللي عامل 10 بيوت واللي عامل 5 بيوت واللي عامل كده. طب انتوا يعني هتحولوا الدلتا دي كلها الى اراضي الى عشوائيات؟ تبقى كلها عشوائيات. طب هتزرعوا فين بعد كده؟ فانا عايز اقول احنا لازم نستعيد هيبه الدوله ونخلي نخلي المصلحه العامه لينا اكبر كتير من المصلحه الخاصه. فاحنا هيبه الدوله وسلطان الدوله من فضلكم ما حدش يمسه لان احنا مش هنسمح بكده. المؤاخذه ما فيش حد لا تتصدى للشرطه، تتصدى لها ليه؟ هو ما فيش قانون تاخد بيه حقك؟ لا في قانون تاخد بيه حقك. واحنا مش رايحين نتعدى عليك. احنا مش رايحين نتعدى عليك. طبعا سمعت كلام كتير قال لك ده في شركه استثماريه مش عارف ايه ودوله مش عارف ايه هتعمل ايه؟ يعني طب بالمناسبه احنا عندنا مشكله تمويل؟ احنا ما عندناش مشكله تمويل. احنا نقدر بفضل الله سبحانه وتعالى نعمل كل حاجه. هي بس عايزين الفكره وادارتها. ده اللي عندنا اشكاليه فيه. الفكره واداره الفكره دي. لكن احنا ممكن نعمل وانا بفرحكم بنفسك ومش بفرحكم بحد يعني. فاحنا مش يعني مستنيين حد يجي. لا لا لا.